هسمحوا لنا نروح مع حضراتكم إلى جامعة بورسعيد، ويكون معنا عبر الهاتف الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والقائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على أهل مصر جميعا إن شاء الله. صباح النور. احنا كنا لسه يعني معانا ضيفنا العزيز دكتور شريف يوسف خاطر، ايضا كان رئيس جامعه المنصوره، وعايزين عرفنا منه او عرفنا الفرق بين الظروف التعليميه الموجوده في الجامعات الحكوميه وفي مثيلاتها او الجامعات الاهليه التابعه للجامعات الحكوميه. عايزين نعرف من حضرتك ايه تاني من جهود الدوله تم على مدار السنوات التسعه الماضيه فيما يتعلق بالتعليم العالي. يعني شفنا نتائج لهذا الامر من زياده في التصنيفات وارتقاء في التصنيفات العالميه الدوليه فيما يتعلق بالجامعات في الكليات المختلفه، زيادة كليات جديدة ونظم تدريس جديدة، زيادة أيضا في أعداد الأبحاث المنشورة إلى غير هذه الأمور من النتائج. كيف تمت وحضرتك يعني تطبيقا على جامعة بورسعيد وجامعة شرق بورسعيد الأهلية؟ طبعا يعني خليني أسمح الأول أقول لكم، طبعا التعليم العالي في مصر في الفترة الأخيرة تطور كبيرة جدا. بنتكلم بس على زيادة كمية، يعني بنعرض زي التقرير بتاعكم الأعداد وزيادتها في الفترة الأخيرة، وإضافة جميع أنواع الجامعات من جامعات حكومية وخاصة وأهلية. لكن خلينا نتكلم برضو على إن إحنا بنهتم بجودة التعليم. جودة التعليم من الأشياء مهمة عشان المنتج اللي خارج يبقى ذات قيمة وذات ستاندر عالمي إن إحنا نقدر ننافس فيه، سواء كان في سوق العمل الداخلي أو الخارجي على المستوى القومي أو المستوى العالمي والدولي. نعم. لازم نعلم تماما ان خريجينا موجودين في كل دول العالم، يعني اكبر نسب اطباء اجانب في انجلترا اطباء المصريين. نعم. الفتره الجايه ان اوروبا محتاجه جدا خريجينا ومحتاجه فعلا شبابنا، فلازم نكون على قد الستاندر بتاع الاوروبي والعالمي. نعم. في السياق ده طبعا يعني بدانا نقلل مكثفات الجامعات الحكوميه. طيب الاعداد دي نحطها فين؟ فجت من هنا الثوره الكبيره في انشاء الجامعات الاهليه، ال 12 جامعه الاهليه اللي في العام الماضي. ابتدينا فعلا العام الماضي، يمكن احنا عندنا بس شرق بورسعيد كنا متاخرين شويه صغيرين، بس ابتدينا السنه اللي فاتت ببرنامجين عباره عن يعني افتتاح تمهيدي كده. لكن ان شاء الله العام الحالي هندخل بجميع البرامج او بمعظم البرامج اللي عندنا، يعني ان شاء الله داخلين تقريبا ب 12 برنامج. نعم. طب وهندسه وصيدله، الهندسه فيها اكثر من 4 أو 5 برامج لوحدها، بزنس وعلوم انسانيه. انا بس بحب اضيف على حاجه مهمه جدا في جامعه شرق بورسعيد. هو حقيقه جامعه شرق بورسعيد هي بتقع في منطقه شرق القناه في بدايه سيناء في مدينه سلام مصر، اللي هي المدينه المليونيه المنتظره ان شاء الله باذن الله. وكان لنا الشرف كاعضاء اداره الجامعه ان احنا نبدا اول لبنه في مدينه سلام مصر. مدينه سلام مصر الموجوده في شرق بورسعيد هي اول كيان يشتغل فيها هي جامعه شرق بورسعيد الاهليه حقيقه. تمام. المدينه لسه تحت الانشاء، وكان لنا سعداء جدا بان احنا حقيقه نبدا هذه النقطه. وجود جامعه معناها وجود مجتمع، وجود مجتمع معناه وجود حياه، والمدينه ان شاء الله باذن الله يعني هتكبر وتزداد بوجود الطرح الاكاديمي اللي موجود هناك ان شاء الله. نعم يا دكتور أيمن، احنا برضو يعني سعداء جدا بكل التخصصات الجديدة اللي تم إضافتها سواء في الجامعات الموجودة بالفعل أو التخصصات الموجودة في الكليات الجديدة اللي برضو بيتم إضافتها سواء في الجامعات الجديدة أو كليات بيتم يعني زيادتها أيضا في الجامعات الموجودة. بنتحدث طبعا عن التكنولوجيا، عن لغة العصر، الحوسبة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات. بنتمنى كل التوفيق طبعا لحضرتك ولطلابنا في جامعة بورسعيد وأيضا في جامعة شرق بورسعيد الأهلية. ألف شكر حضرتك على وجودك معنا الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والقائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية.